بعد أن سلمت سلطات الاحتلال عضو المجلس التشريعي خالد جرار قرارا عسكريا يقضي بإبعادها عن مدينة رام الله إلى مدينة أريحة، أعلنت جرار الاعتصام المفتوح في خيمة أقيمت في ساحة المجلس التشريعي رافضة قرار وسياسة الإبعاد. يجب أن يفهم الاحتلال بأن كل إجراءاته التي يحاول جرنا طوعا للقيام بها سنرفض، هذه في إطار سياسة أيضا المواجهة. ليس مطلوب منا كل ما يمليه علينا أو كل ما يحاول أن يفرض أن نستجيب له. نعم، هو يستطيع أن يحضر قواته ويعتقلنا من بيوتنا، ويستطيع أن يحضر قواته ويفرض إجراءاته، هذا شيء مختلف عن أن نحن نقوم بذلك بشكل طوعي. من الناحية القانونية ليس هناك أي سند قانوني للإبعاد، فهو يعتمد على تقديرات أمنية للشباك الإسرائيلي، لذا فهو يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية التي تمنع الاحتلال من إبعاد أي مواطن عن مكان إقامته. بالمعنى القانوني ليس هناك أي مسوغ قانوني، وتأتي هذه الإجراء في سياق جملة من الإجراءات الغير قانونية التي تتخذها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما هو معلوم أن سياسة الإبعاد أقلعت عنها دولة الاحتلال منذ زمن معين في الإجراء الأخير بحق النائب خالد جرار، ومن الواضح أنها مؤشر إلى عودة دولة الاحتلال إلى اتخاذ هذا الإجراء. وكانت جرار قد رفضت التوقيع على أمر استلام القرار العسكري الذي حدد مكان إقامتها ووضع لها خارطة توضح الأماكن المصرح لها بالتحرك فيها داخل مدينة أريحة، داعية إلى تحويل قرار الرفض إلى حالة شعبية عامة ترفض قبول الأوامر الإسرائيلية بشكل طوعي. لتلفزيون القدس لمى أبو هلال، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.